زميلتي هند الأشعل من القاهرة اللي بتابع لنا في إحدى دوائر القاهرة، بتتابع العملية الانتخابية. هند مساء الخير، قولي لي أنت فين دلوقتي وكيف يبدو الإقبال؟ عمرو مساء النور، اهلا بك وبضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي تن تي في. نحن الان في دائره شبرا ورود الفرج وتحديدا من امام مدرسه التوفيقيه بنين. نسب المشاركه منذ الصباح وحتى الساعه لم تتجاوز 10%. 34 مرشحا يتنافسون على مقعدين، 12 منهم من الاقباط، واحده منهم سيده. أودت أن أبدأ بمشهد شهدته اليوم، يعني هو مشهد مصري بامتياز. كان البطلان الحقيقة بطلان فيه، مسلم ومسيحي، وقفا هنا أمام اللجنة. أحدهم كان يرتدي طربوشا أحمر، كان يروجان للانتخابات بشكل عام دون يعني الترويج لمرشح بعينه. المشهد الثاني الذي وددت أن أذكره هو وكعادة أبناء هذه المهنة في يعني تفقد الأحوال حول اللجان الاقتراع. كنت أتفقد الأحوال حول لجنة الاقتراع هنا في شوارع شبرا، وإذا بثلاث نسوة يستوقفونني لكي يسألوني هل أدليت بصوتي أم لا، فقلت لهم لا، وددت أن أعرف يعني ماذا يريدون تحديدا، ولكن فوجئت بهن يقولون لي بأنهم يعني يدعونني لترشيح إحدى الناخبات هنا في شبرا، وكان هذا خرقا أنا كنت شاهدة عليه للصمت الانتخابي. يعني للوقوف على مشهد الخروقات للصمت الانتخابي معي ضيفي، يعني تفضلي معي. اسمك مروة. احنا كنا بنتكلم قبل الهوا عن الخروقات اللي شهدتيها، احكي لي عن الخروقات اللي شهدتيها. طبعا في خروقات كتيره جدا، في اول حاجه ان مرشحين بيعدوا بعربيات وعليها البادجت بتاعها وعليها الاسامي بتاعتها، غير كده ناس كتيره الصوت وصل 600 جنيه في كذا منطقه. 600 جنيه كذا منطقه. في دعايه انتخابيه بفلوس؟ في دعايه طبعا 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 طبعا، وجوه اللجان يعني بيبقى واقف، هو عارف هو بيقول لمين، لا انت اختار فلان انت اختار فلان، دون ذكر اسماء يعني. لا فواضح ان المال السياسي عامل دور جامد قوي يعني. هل في مشاهد اخرى غير الفلوس؟ دعايه عموما اللي بتحصل، العربيات اللي بتعدي، حاجات كتيره يعني، كذا حاجه تخلي الواحد يبقى برضه لا مش يعني، احنا مفروض ان يبقى في نزاهه في الانتخابات ويبقى في حاجات افضل من كده، مش المرشح يعدي و600 جنيه وانت لسه بتقولي اهو، يعني كانوا فاكرين ان انت من اهل الدايره وبيقولوا لك تعالي ومش تعالي، فيعني اهو علنا. يعني انت كاحد المراقبات لاحدى المرشحين، يعني ايه الاجراءات اللي بتتم لما حاجه زي كده؟ احنا عملنا كذا محضر ضد مرشحين بعينهم للخروقات دي، طبعا يعني في كذا، في اسم رود الفرج وفي اسم شبرا عاملين كذا محضر، بس طبعا برضو شغاله يعني، لان هما مجرد ما الشخص بيتعرف ان انت ان ده فلان اللي هو بيوجه الناس بيغيروه على طول، يعني خلاص انا شفته وخلاص رايح اعمل له محضر بيتغير على طول، بيتاخد من المدرسه ويجي واحد تاني بداله، فربنا يسهل يعني. شكرا ليكي. معي ضيفي الاخر، تفضل. اسم حضرتك؟ ريدج. احنا كنا بنتحدث عن الخروقات اللي انت شهدتها انت والمراقبين الاخرين، يعني هل شهدت خروقات تانية غير المال السياسي والفلوس اللي تدفع للناس علشان يطلب اصواتهم؟ لا، هي دي اكتر حاجة موجودة، الفلوس والمرشحين بيبقوا موجودين تملي، وهم بنفسهم اللي بيدفعوا الفلوس كمان، مش جايبين حد، هم المرشحين نفسهم، المرشحين نفسهم بينزلوا معاهم الفلوس وقدام اللي جنب بيدفعوا للناس وللناخبين وكده، هو بيقولوا لهم صب كذا ويديلهم الفلوس. عيني عينك، وفي حاجات متصورة بالفيديو. تمام. في حاجات انتوا صورتوها؟ في حاجات صورناها، والضابط جه عمل مشكله كمان وقتها، واللي بتصوره ممنوع ومش ممنوع، حصلت مشكله ورحنا عملنا محضر كمان بالموضوع ده، يعني كله متسجل. تمام. بشكل عام تعليقك على سير العمليه الانتخابيه ايه؟
لا هي الاقبال ضعيف برضو، يعني النسبه لسه قليله، 10% دي نسبه قليله جدا، بس هي اكتر من المرحله الاولى يعني بكتير، يعني المحاوله كانت 6% المره دي 10%. ده في اليوم الاول، يعني مقارنه ما بين اليوم الاول المرحله الاولى واليوم الاول المرحله الثانيه. تمام، اه ده بالنسبه للمرحله الاولى في اليوم الاول، يعني 10% دي اكتر، بس برضك الاقبال ضعيف غير السنه اللي قبل كده، سنه 2012 كان اكتر من كده بكتير يعني. شكرا لك ضيفي الكريم، اشكرك. يعني كما شاهدتم معي عملية التصويت وسير عملية التصويت ونسب المشاركة والخروقات التي تحدث عنها ضيفي والتي كنت انا يعني احد شهود العيان عليها. يعني ما زلنا معكم من محافظة القاهرة ومن شبرا ورود الفرج، ننقل لكم اخر المستجدات اليكم في الاستوديو.